وأكد مقرر ومساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني علاء عصام في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن هناك العديد من التوصيات التي جاء في مقدمتها البحث عن قانون يتوافق مع الدستور، وشدد على أنه تم التوافق على تنظيم ورش عمل لوضع تصور حول القانون الجديد. يعني طبعا هناك توصيات كثيرة خرجت عن هذا الاجتماع وهذه الجلسات. التوصية الأولى أن نبحث قانون للمحليات ونظام انتخابي يتوافق مع الدستور، لأن الدستور محدد نسب وكوتا للشباب 25% وكوتا للمرأة 25% والعمال والفلاحين 50%. فإزاي نقدر يبقى عندنا نظام انتخابي سواء كان قائمة مغلقة مطلقة أو نظام قائمة نسبية أو فردي أو جمع بين هذه الأنظمة بما لا يخالف الدستور؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، نحن اتفقنا على ورش عمل. احنا النهاردة قلنا أفكار عامة، وكل واحد وكل حزب وكل مسؤول أدلى بدله في أفكار عامة حول هذا الموضوع، لكن في ورش العمل دي التوصية الثانية بقى للجلسة. هنقعد مع بعض نعمل عصف ذهني فنيين وخبراء وسياسيين لأن يكون هناك تصور حول هذا القانون.